السلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. أعزائي مشاهدي قناة المهندس العربي، أخوكم المهندس عبد الله الحقبي، وأنا اليوم معكم في الدرس الأول من القسم الأول في دورة Directional Drilling. سنتعلم في هذا الدرس كيفية معرفة عمر الصخور للطبقات الرسوبية. لكن قبل أن ننطلق إلى الدرس، لا تنسى الإعجاب بالفيديو ومشاركة الفيديو مع أصدقائك، لأن ذلك يعمل على رفع معنوياتنا والاستمرار معكم في تنزيل الدروس التعليمية. فلننطلق إلى الموضوع. الآن سأزيل الالتباس لدى الكثير فيكم والذي يتساءل: لماذا يجب علي كمهندس حفر دراسة هذه الظاهرة أو دراسة هذه الجوانب الجيولوجية؟ نقول له أنك كمهندس حفر يعني من الضروري عليك معرفة أو فهم البيئات الجيولوجية للصخور أو للطبقات الترسيبية. لا يجوز أن تكون مهندس حفر وأنت يعني غير قادر على استيعاب متى أو كم الفترة الزمنية التي استقر بها النفط في باطن الأرض. كما أن القسم الجيولوجي ضروري جدا أو من الجوانب الأساسية في هندسة في الصناعات النفطية، لذلك الإلمام أو معرفة المبادئ الأساسية في هذا العلم مطلوبة من كل إنسان أو من كل شخص لديه ارتباط في عمليات النفط أو في يعني لديه ارتباط في الصناعات النفطية، النفط والغاز. إن معرفة الزمن الجيولوجي أو معرفة أعمار الصخور يتطلب أولاً أو يستوجب علينا أولاً معرفة تاريخ الأرض أو كيف تكونت الأرض. فكما هناك العديد أو الكثير من النظريات التي تتحدث عن أصل وتكون الأرض، أشهرها نظرية فريد هويل التي هي البيج بانج أو الانفجار العظيم. فالأرض كما ترى في بداية الأمر كانت بشكل كتلة ملتهبة بعد الانفجار، وبعد أن تجمعت الجزيئات كانت بالشكل التالي. هذا طبعا في المرحلة الأولى، في المرحلة الأولى تكون جسم الأرض، ثم بدأت رويدا رويدا بالتصلب حتى أنها في المرحلة التالية، حينما دخلت في المرحلة التالية وتكون الغلاف الجوي، بدأت الأرض تبرد كثيرا أو تفقد من درجة الحرارة بسبب تكون الغلاف الجوي، ومن ثم تتصلب رويدا رويدا. الجزيئات النيتروجين والهيدروجين والأكسجين تشكلت في المرحلة الثانية، تشكلت وتكون الغلاف الجوي، وهو الذي ساعد على زيادة برودة الأرض وتصلبها أكثر، مما أدى إلى بداية لهبوط الأمطار بعد أن بردت الأرض أو فقدت درجة حرارتها والتي كانت في الحالة الملتهبة. هنا الآن علينا معرفة أولا بعد ذلك كيف تكونت التشكيلات أو التشوهات الموجودة على سطح الأرض. حدث هناك حركات للألواح التكتونية الموجودة يعني التي تشكل الأرض، وهي عددها أعتقد 6 ألواح تكتونية كبيرة و12 لوح تكتوني صغير. حركة الألواح هذه بالتباعد أدى إلى تكون النتوءات الصغيرة أو الانحناءات للأسفل، مما أدى إلى تكون الأنهار والبحار. مع هبوط الأمطار تكونت البحار والمحيطات، وبسبب يعني الاتساع بين الألواح التكتونية أدى إلى تكون المحيطات مستقبلا، مما تشكلت البيئة الترسيبية بالشكل التالي كما هو. الآن نأتي إلى سؤالنا، والذي هو: كيف يمكننا قياس أعمار الصخور للطبقات الرسوبية؟ طبعا لمعرفة أعمار الصخور للطبقات الرسوبية أولا يستوجب علينا معرفة دورة أو الحياة الحقب الجيولوجية التي عاشت على كوكب الأرض. فهناك طريقتين لمعرفة العمر الجيولوجي للصخور الرسوبية. الطريقة الأولى وهي الطريقة النسبية، الطريقة هذه غير دقيقة، وإنما يمكننا من خلالها معرفة الأعمار
الجيولوجية للصخور الرسوبية. فبمعرفة نوع الأحافير الموجودة هنا يمكننا معرفة كم عمر الصخر. مثلا إذا وجدنا هنا الديناصورات، نقول أن يعني إذا وجدنا أحافير تعود لديناصورات على هذا الصخر، نقول أن هذا الصخر عمره ما يقارب يعني بين 200 و150 مليون سنة ضوئية، ومليون سنة عفوا، وهو يعود إلى العصر الجوراسي. طبعا العمود الجيولوجي هنا ينقسم إلى مجموعة من الحقب، وهي حقبة ما قبل الكمبري والكمبري والبليوزي والميسوزي، وبعدين حقبة الحياة الحديثة. وكل حقبة من الحقب هذه تتألف إلى مجموعة من العصور. وبمعرفة نوع الكائنات الحية التي عاشت في هذا العصر، يمكننا تحديد بناء على العمود الجيولوجي يمكننا تحديد عمر الصخر. هذه الطريقة الأولى، ولكنها ليست دقيقة، يعني لا يجدر بك دائما أن تبحث على أحفورة حتى تحدد عمر هذا الصخر. هناك طريقة أحدث، وهي تحديد العمر المطلق. قيل أن الطريقة السابقة هذه هي الطريقة النسبية، لأنها تنسب عمر الصخر نسبة إلى تلك الأحافير، أن عمرها كذا كذا نسبة إلى الأحفورة كذا كذا. أما الطريقة الثانية وهي طريقة تحديد العمر المطلق، وهذه عبارة عن أجهزة عبارة عن أجهزة تقوم بتحليل المواد المشعة لكل صخر، ومنه تحديد عمر النصف للمادة المشعة، وبذلك يمكن تحديد كم عمر هذا الصخر. يعني طريقة تحديد عمر الصخر كم سنة بالتحديد يستدعي وجود أجهزة تقوم بتحليل المواد المشعة لمركبات الصخر. ومن أهم هذه المواد المشعة هي الكربون المشع، أو تحديد عمر النصف للكربون المشع. أكون هنا قد وصلت معكم إلى نهاية هذا الموضوع. انتظروني في الموضوع التالي من القسم الأول للدورة التدريبية في Directional Drilling. وإن كان هناك أي تساؤل أو أي اقتراحات لديكم، لا تنسوا ترك ذلك في التعليقات حتى نكون يدا واحدة في إيصال المعلومة بشكل مبسط. وشكرا على متابعتك، والسلام عليكم ورحمة الله.